سلام البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. رجعت لكم بفيديو جديد اللي غادي نوريكم فيها كيفاش ترجعوا رجلين بحال هادو سمرين مقشرين وجافين، الرجيلات بحال هادو مفتحين ورطبين بحالهم بحال ديال الاطفال. ويلا نبداو في الفيديو. كما كتشوفوا هادو هما الاشياء اللي غادي نستعملو في فيديو اليوم واللي غادي نتحدث عليهم بالتفصيل وحنا كنديرو في البيديكير ديالنا. نبداو على بركة الله. اول حاجه غنحتاجوها هي واحد البانيو اللي حطيت فيه واحد الماء يكون ساخن جدا، ولكن ما يكونش سخون بزاف حتى يحرقكم. لازم يكون الماء مائل للسخونه ولكن ما يكونش ماء دافي، يعني قد ما كانت درجه الحراره مرتفعه قد ما كان مزيان باش نحصلوا على ارجل جد رطبه. لهذا الماء سنضيف اي غسول متواجد عندنا بالبيت، سواء كان غسول للجسم غسول للوجه او غسول للارجل. ماشي ضروري يكون غسول غالي الثمن، ولكن اي ماركة رخيصة الثمن ستقضي بالغرض. وغادي نضيف القليل من الملح. الملح هي رائعة لعلاج الصداع والالام اللي كيكون متواجد بالارجل خصوصا بعد يوم عمل شاق وطويل. واخر حاجة غادي نضيفوها هي بعض قطرات من عصير الليمون الحامض. الليمون هو معروف انه كيفتح لون البشرة وكذلك كيرطب البشرة. وكتجي اول خطوة واللي هي نقعو فيها الرجيلات ديالنا في داك الماء الساخن. كنقعوهم لمدة ما بين 15 إلى 20 دقيقة. كل ما نقعتيهم اكثر كل ما كان افضل. هاد العملية كترطب لنا الارجل ديالنا وكتسهل لنا عملية ازالة الجلد الميت. بالنسبة للمقشر اللي غادي نستعمل اليوم، انا استعملت القليل من السكر، ضفت عليه القليل من زيت الزيتون، وغادي نضيف عليه بعض قطرات من عصير الليمون الحامض. من بعد ما رطبت الرجيلات ديولي غادي عملية التقشير اللي غادي نستعمل فيها هذا المقشر الرائع. غادي نبدا نفرك رجليا مزيان، نفرك هذوك القدام اللي كتكون فيهم ديك القشره القاصحه، نفرك الاصابع ديولي والاظافر مزيان. عمليه التقشير غادي تكون ما بين 1-2 دقائق الى 3 دقائق. الا كنتم البنات اللي كتكون عندهم هذوك الاظافر صفرين ولا كيكونوا فيهم الكحوليه، كنصحكم البنات تاخذوا واحد شويه من الكربونات وغتضيفوا عليها بعض قطرات من عصير الليمون، تخلطوهم مزيان وباستعمال واحد شيتة اسنان اللي كتكون قديمه نبداو نفركوا في الاظافر ديالنا مزيان، ونخليو هاد الماسكات على الرجلين لمده 10 دقائق. ومن بعد نرجعوا الرجيلات ديالنا للبانيو، نخليهم عاوتاني واحد 5 دقائق، نغسلوهم مزيان. ومن بعد غتجي عمليه فرك الارجل. غادي نستعملوا اما هاد الاله اللي كتكون فيها الحديد، الا عندكم ديك الحجره اللي كتكون خشنه حتى هي مزيانه. ونبداو نفركوا هذوك القدام اللي كتكون فيهم ديك القشره القاصحه، نفركوا الرجلين من الفوق علاش لاي بلاصه عندنا قاصحه في الرجلين ديالنا كنحكوها. بالنسبه ليا كنحك حتى داك الضفر الصغير، ما عرفتش واش غير انا ولا حتى نتوما، هذاك الضفر الصغير عندي دائما كتكون فيه ديك القشره قاصحه، كنفركها مزيان. هذه العمليه كتحيد ليا كاع ديك القشره اللي كتكون لاصقه في ديك في داك الضفر واللي كتعطي واحد المنظر خايب بزاف. من بعد غادي نشد فازلين وغادي نحطو على الاظافر ديولي. فازلين غادي يرطب لينا الاظافر وكذلك غادي يساعدنا باش نزولو هذيك الجلد الميت اللي كتكون حول الاظافر. غادي نخليو فازلين واحد 5 دقائق. من بعد غادي نشدو داك العود اللي كنحيدو به داك الوسخ اللي كيكون متواجد داخل الاظفر وكذلك كندفع به ديك الجلده الميته. من بعد غنشدو هاد الاله اللي كتحيد لينا ديك الجلده الميته اللي كتكون حول الاظفر. ولكن البنات اللي ما كتعرفش تستعملها ما ننصحكمش انكم تستعملوها، استعمليها فقط اذا كنتي يعني كتستعمليها من قبل. كنبداو نحيدو الجلد الميته على هذا الشكل اللي كيكون متواجد على الاظفر، ولكن حذاري حذاري البنات لا تجرحوا ريوسكم. كما كتشوفوا هذه هي الجلده الميته اللي كتكون حول الاظفر واللي ساعدنا فازلين باش نحيدوها. كتجي عملية تقطيع الأظافر.
قطعوا البنات على الشكل اللي يناسبكم اللي كترتاحوا فيه. بالنسبة لي انا ما كيعجبونيش الاظافر تكون طويلة بزاف، كنقطع غير هادوك البلايص اللي كيكونوا مهرسين غير باش نعطي شكل انيق ومرتب للاظافر. كنبدا نبرد الاظافر ديالي. بالنسبه ليا يا اما كنعطيهم الشكل دائري او الشكل مسطح. كما كتشوفوا هذاك الصباع الصغير كنبردو حتى من الفوق باش كيحيد ليا كاع ديك الكحوليه اللي كتكون لاصقه فيه. وكنعاودو نشلو الرجيلات ديالنا مزيان ونمسحوهم بالفوطه. بالنسبه للبنات اللي عندهم القدام قاصحين بزاف، كنصحكم البنات تاخذوا واحد كميه من الفازلين كتوزعيهم على الارجل ديالك مزيان، من بعد كتلفيهم في بلاستيك غذائي وكتلبسي التقاشر ديالك، تخليهم على هذا الشكل واحد ساعه ساعتين ثلاثه السوايع النهار كامل. قد ما خليتي اكثر قد ما كان مزيان، والله البنات صدقوني هذه العمليه كتساعدكم تحصلوا على واحد الرجلين رطبين وكتحيد لكم ديك الجلده القاصحه بسهوله. بالنسبه لي انا خليتهم غير واحد ساعتين، بصراحه انا ما عنديش ديك الجلده قاصحه لانني ما كنلبسش الطالون بزاف، ومن بعد غادي نفركهم عاوتاني. غادي تحسي بواحد الفرق شاسع بصراحه في رجليك، كنصحكم البنات تجربوا هذه الطريقه. كنعاود نغسلوا الرجليات ديالنا في واحد الماء نقي وحطيت فيه شويه ديال الغسول، ومن بعد كنشفوهم مزيان. غادي نبداو نصبغوا في الارجل ديالنا. غادي نحتاجوا البنات ثلاثه الحوايج، الحاجه الاولى وهي البيس كوت، الحاجه الثانيه هي اللون اللي اختارينا، والحاجه الثالثه هي التوب كوت. اول حاجه غادي نحطوها وهي البيس كوت. الدور ديال البيس كوت البنات انه كيحمي لكم الاظفر ديالكم من الصبغه، حتى اذا حطيتي شي لون قوي مثلا الا حطيتي لون احمر ولا لون اسود كيتحيد لكم بسهوله، بعكس الا ما حطيتيش البيس كوت كتبقى لكم لاصقه هذيك الصبغه على الظفر وكتخلي لكم الشكل ديالها بحال مسخ. من بعد ما نشوف لينا البيس كوت كنختاروا اللون اللي عجبنا. بالنسبه ليا انا اختاريت هذا اللون الوردي ناصح، كنحس بيه ان البنت اللي سمراء اللي عندها لون اسمر بحالي هذا اللون كنصحها به لانه كيفتح لون البشره. كنبداو نصبغوا، ولكن عندكم البنات صبغوا الجناب ديال الظفر هذا الشكل كيعطيه واحد الشكل يعني ما مرتبش، حاولوا دائما تصبغوا الظفر بدون صبغ الجوانب. من بعد ما حطينا الطبقة الأولى كنزيد نحط طبقة ثانية باش كيعطينا الشكل مرتب أكثر. وغناخد العود ديال الودنين غنديروه في الماء ديال الصباغة وغادي نقاو به الجوانب. ضروري نخليو الصباغة حتى تنشف مزيان. وآخر حاجة غادي نحطوها وهي التوب كوت. الدور ديال التوب كوت البنات انه كيعطي واحد اللمعان واحد الشكل مرتب وانيق وكيحطي واحد البغيونس للاظافر. اخر لمسه كنضيفوها كنحطوا واحد الكريم مرطب. استعملي اي كريم مرطب موجود عندك بالبيت، كتعملي به واحد المساج حتى كيدخل للرجلين مزيان، ويكون هذا الشكل النهائي لرجلين رطبين ملمسهم رائع شكلهم مرتب وانيق. ما غاديش نقول لكم انا خبيره بيديكور، انا فقط قاسمت معكم الاشياء اللي كنستعملها في البيت بلا ما تحتاجوا تمشيو للصالون وتضيعوا فيه فلوسكم. ونقول لكم تبارك الله عليكم وبوسه كبيره.